السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم قلت لكم كعك النقاش. هذا الكعك يكون ثاني موجود، يكون حاضر ديما في الاعياد او مناسبات. يجي بالحشو تاع التمر ولا بالكاوكاو. انا كما راكم تشوفوا اليوم حضرته بالتمر، ويجي يدوب في الفم. فوتوا معايا نشوفوا طريقة تحضير مع بعض. نفوتوا الوصفة تاعنا. بسم الله، هنا عندنا كمية تاع تمر، وهنا كل واحد واش يحب يدير. تحبوا ديروا كاوكاو ولا تمر؟ بصح الوصفة الأصلية تاع نقاش يجي بتمر. هنا عندي هنا كنت تمر كنت فورته، ودرت لهم غرفة تاع جدجلان، ودرت لهم غرفة تاع الزيت، وهنا زدت لهم غرفة تاع مارغارين تكون بوماد كما راكم تشوفوا. قاعد نخلط مليح هكا، نعجن مليح حتى يعطيني البيزا. هنا وهنا قاعد نزيدو في الماء غير بشوية، و من بعد راني نعجن فيه باش الفرص تاعنا تجينا طرية. ممكن تلعبوا شوف كيش ولا شوف كيش ولا التمر تاعنا. فوالا نعرفوا ميم كي ديريه لاباط تاعك ما يجيناش نفس. فوالا لازم نعجنه مليح هكا. كل ما يشرب الماء كل ما نزيد له شويه. كما راكم تشوفوا راني نعجن فيه مليح. شي وحده تقول لك في اللي لا فرص تاع التمر تجيني يابسة، ديري كيما هاكا راني ندير فيها هكايا ورجعي لي بالخطر. دوكا نروحو نفوتو العجينة تاعنا. في العجينة تاعنا هنا عندي 500 غرام فرينة بعد ما صيتها في الغربال، نرشو عليها كلوسة تاع الملح. وهنا عندي 100 غرام مارغارين كون ذوبتها ونخلوها تبرد مليح، نفرغوها فوق الفارينة كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم لازم تكون باردة. فوالا نحطوها كامل هكا في الفارينة، ونبدا نحكها كما بين صبعتي مليح باش هاديك المارغارين كامل تدخل في الفارينة. هذا هو السر الناجح الكعك تاعنا باش يجينا يدوب في الفم. نحسو مرغان كامل فاتت على الفرينة. الخليط يولي مرمل كما راكم تشوفوا. شوفوا نحكم ما بين يدينا مليح هكا. الخليط تاعنا كيفاش يولي بهذا الشكل. شوفوا شوفوا مرقاين كامل تخلطت مع الفرينة مليح. دركا واش نزيدو؟ نفرغو عليها باكية وحدة تاع خميرة تاع الحلوى، نزيدو عليها 100 غرام تاع سكر رطب. ونقعد نخلط فوالا، ونفس الشيء نقعد نحك هكا بيديا
تخلط مليح داك السكر بلاص وفارينة والمارغرين، ونولها راكم ها حابين تضاعفوا المقادير ديروا كيلو و 200 غرام سكر كلاص و 200 غرام تاع المارغرين. وانا تقريبا ربع ساعه وانا مازال ماني نحك ما بين يديا كما راكم تشوفوا. هذا هو سر النجاح، الكعك تاعنا ماشي يكون منقوش الشباب، وكي تروحي تاكلي حبه طيبيها يابسه وطيبيها سي باسا هكا باش يجيكم طري ويدوب في الفرن. فوالا شوفوا دركا نقعد نفرغ نص كاس زيت، نفرغ بشويه ونقعد نعود. ثم كما قلتكم نستعملوا كيلو فارينة وديروا كاس زيت. دركا نزيد له كاس لاتاي تاع مازهر، نفرغ غير بشويه ونخلط تطملي العجينه، ولا ما طمتليش الكاس هذا تاع لاتاي نزيدولو نرشولو شويه تاعها نتحصل على عجينه تكون رطبه. نحاول ندخل كامل هذاك المزهر في العجينه ماشي غير في جهه هكا، هذا المزهر ندخل كامل في العجينة هكايا. بديت تشكلي العجينة تاعي كيما كتشوفو، ونحاول نفهمها بك ما نعجنش، ماشي كاين هي عجنوها تقولي خبز ولا مطلوع ولا عاد غير نطم فيها حتى نشكل عجينة تاعي تكون رطبة. دوكا نقعد نشرها في الماء ونطمح كيما قلتلك، يعني غير نخلط مع إضافة شوية تاع الماء غير هكا بطريقك، وكيما قلتلكم ملازمش نعجنها حتى نحصلو على عجينة رطبة. كملنا نقعد نكبر الحكاية حتى نحصلو على عجينة، شوفوا القوام تحصلني عليه. وهنا راني نشكل كرة صغار قد حبة بيض ونغطوهم ونخلوهم يريحوا، كل ما يريحوا كل ما مليح هكا باش يجينا نقص تاعنا شباب. نبداو نقشو النقاش تاعنا بسم الله، وهنا لافارس درتها هنايا فرابوشادول كيما راكم تشوفو، والتمر تاعكم ولا صبتوه يبسلكم تقدرو تزيدولو الماء وتعجنو كيما وريتلكم بسم الله. بون نحل الكرة الأولانية تاع العجينة، نحلوها شي رقيقة التمر تاعنا نحطوه هنايا، وكيما قلت لكم تقدروا في عيب ما ديروا تمر تقدروا ديروا كاوكاو
زيدوا له 3 كيلو تاع كاكاو، ديروا له كيلو تاع السكر، شويه تاع قرفه، وطموه بالمسهر. انا شكل تاع الكعك تاعي راح نديروه ليلات. بون منيا نخلي نرقق فيه شويه هنا وهنا، نسي نخشنو في الوسط وهنا نقعد نرقق فيه هنايا هنا. نحرسك الهلال هنا باش يجونا كامل حبيبات قد فوالا. دوك هنايا نخلي هادي هنايا، راح نزيد التانية. هي مليح كيما ديري حبة ديريها وتنقشيها هكا باش ما لاباط تاعك ما تيبسلكش. بون نزيد نعاود وحدة قدامكم، بسم الله نحلوها مليح. تقدروا ديروه مدور ولا ديروه ليلات، كل واحد كيفاش يحب يدير. انا نحب نديروه ليلات، بسم الله نديرو عقدة تاعنا. انا دائما الكوا نعبزوهم هكا شويه وانا في الوسط نعلوه فوالا. سيو نكبروه هكا مليح، وهنايا نخلوه شويه عريض يجي طالع، وهنا يجي رقيق هنا هنا. جينا كامل حبه قد خدها كما راكم تشوفوا هنا. دوكا نبداو نقشو الحبيبة تاوعنا هكا باش العجينة ما تلبسناش. هي مليح يكونوا زوج، وحدة راهي تحل وحدة راهي تنقش. بون هنا عندي أنواع تاع نقاش كما راكم تشوفو. بون كاين هذا النوع راكم تشوفو فيه يجي اس على حرف اس، هذا نحب ندير به كي ندير مقروط. وكاين هذا النوع فوالا، كاين هذا جاينا كرشو رقاق شوفو، وكاين هذا شويه خشين. بون انا راح نبدا لكم هذا تاع خشين وتشوفوا النقاش كيفاش يخرج. الحاجه الاولى نشدو مليح البوشون تاعنا هنايا فوالا، باش الحبه تاعنا ما تجيناش معوجه. نبداو من التحت نشدو النقاش تاعنا من التحت هكا، ونزير ونطلع غير بالعقل. نبدا من التحت ونبدا نطلع غير بالعقل، شوفوا في نفس التقابي تاع النقاش نحطو النقاش تاعنا هكا هنا، ونبدا نقش. نصير مليح على العجينة، وكي نحيه نحيه غير بالعقل باش ما نحيش العجينة هنا. نقش هكا ونطلع ويشد اليد بصح يخرج الشباب. نعاود لكم نسي نضغط مليح، وكي نحي النقاش تاعي غير بالعقل كان دائما في البوشونه هذه تاع اللي حطيتها هكا باش تعاوني. ما مسكت على الهلال ما يجينيش معوج. فوالا شوف نحب البوشون تاعنا نورمال فوالا. بون نكمل بنفس الطريقه مع باقي الكرات اللي قعدوا لي فوالا، ونحط الحبيبه تاوعي في السنيوه ندخلهم في الفور يطيبوا. نشعلهم قبل من التحت باش نشعلهم من الفوق، ومن الفوق ما يتحمروش بزاف، عابين غير شويه برك. وانا ما نسيت ما قلت لكمش قبل ما ندخلوهم للفور لازم نخلوهم يريحوا شويه كاش نص ساعه هكا باش نحافظوا على الشكل تاع النقاش ما يروحناش. وفي الاخير
كل حبه نرسكولها حبه تاع قرنفل هكا باش يمد لنا نكهه شابه مع التمر يجي ولا اروع. والله دوكا انا خليتهم ريحو ندخلهم للفرن.